إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من يلهيه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. من لي بصيقل ألباب إذا التصقت بها الرذائل والتاطت بها العلل خذ رشد نفسك من مرآة نفسك من قبل أن يغتالك الأمل خذ رشد نفسك من مرآة عقلك يعني اجعل النفس مرآة واجعل العقل هو القائد. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك أو مرآة نفسك إذ أن النفس مجمع القوى. النفس فيها العقل وفيها الفؤاد وفيها اللب وفيها وفيها، فلذلك هي مرآة. ومن عجيب ومن عجائب المرائي أن تكون النفس مرآة لذاتها، يعني في السفر إلى الله سبحانه وتعالى النفس تختلف. فالنفس هي ميدان العمل والجهاد. النفس هي الوسيلة والمطية التي يمتطيها الإنسان في السفر إلى الله. أيضا حتى الزاد، لأنه يقول واتقوني يا أولي الألباب، والزاد هو التقوى، وخير الزاد هو التقوى. التقوى من أفعال النفس، يرجع إلى النفس. فالزاد في هذا الطريق إلى الله الأكل، الطعام الذي تصطحبه معك في هذا السفر هو أيضا شنو؟ هو التقوى، وهو من أفعال النفس. فليس اعتباطا عندما يقول الشيخ حسن الدمستاني خذ رشد نفسك من مرآة نفسك أو من مرآة عقلك، إذ أن العقل هو الذي ينور هذه النفس. لكن كيف يتنور هذا العقل بهذه النورانية؟ لا يتم ذلك إلا من خلال العلم،
بدون العلم لا يمكن أن يتغذى العاقل. ومن هنا عندما نقول النفس هي الميدان الأول، ميدانكم الأول أنفسكم، والقرآن الكريم يقول عليكم أنفسكم، التزموا بأنفسكم، ويقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، سوف تلتقي في عملية الكدح والعمل فملاقيه. لكن فرق بين أن تلقاه بعلم وبين أن تلقاه على جهل. فمن هنا احتل العلم المركز الأول في القيم العليا في الإسلام، وعندما نبجل شخصا نعظم شخصا فينظر في ضمن سلم القيم في ميزان التفاضل والتكامل إلى أنه ماذا يحمل من مؤهلات علمية بالذات في العلم الأخروي ليس في العلم الدنيوي. ماذا يحمل هذا الشخص؟ ماذا يحمل من علم؟ فضيلته من ضمن سلم، هناك التقوى، هناك الجهاد، هناك السابقة بالإسلام، هناك الأخلاق، هناك في التفاضل. لكن على أهم سلم التفاضل هو العلم. ونحن في تأبين عالم جليل رباني فذ من الطراز الأول، وهو السيد الخوئي رحمة الله عليه. فنحن أول ما ننظر إلى أن هذا الشخص عالم، عالم لكن بأي معنى؟ عالم من الطراز الأول، فقيه، مرجع بمعنى مستطيع لتشخيص الوظيفة العملية لنفسه أولا ولمقلديه وأتباعه، يقول لهم هذا حلال هذا حرام، هذا ينبغي صنعه هذا لا ينبغي صنعه. وأيما عالم لما نقول من الطراز الأول يعني من المؤسسين، من المؤسسين للعلوم الفقهية في العصر الحاضر. ولو أردنا أن نفيض في هذه الجهة سيطول المقام، لكن أجعل مقدمة، إنما حذفت مقدمة الشعر وجعلت هذه الأبيات مدخل حتى نستطيع ناخذ مادة أكبر في الحديث عن هذه الشخصية العظيمة. هذا العالم أجعل مقدمة أول للعلم، خلنا نعرف شنو قيمة العلم، بعد ذلك انجي إلى هذه الشخصية العظيمة. العلم ماذا يعني؟ التفاضل قلت بالعلم، وفي الحديث أن ركع من عالم أفضل من 70,000 ركعة من جاهل أو من عابد. طبعا العابد له قيمة عليا، ترى العبادة مو شيء اعتيادي، العبادة نفسها جدا مقام شامخ، لكن في مقام التفاضل حتى يجلي منصب العلم وفضيلة العلم وضرورة الحرص على العلم، يجعل الركعة التي يصليها العالم أو الفقيه في بعض الأحاديث خير من 70,000 ركعة يصليها عابد وهو ما يحمل العلم. عابد، والعبادة كما ذكرت لك فضلها كثير. الصلاة خلف العالم تختلف، تصلي في جامع وفي مسجد وخلف غير عالم، جماعة افترض، تكتب لك 27 كما في الرواية، الركعة 27 ركعة أو الصلاة 27 صلاة.
لكنك إذا صليت خلف عالم ففي الحديث أنك تحصل على 1000 ركعة. هذا لو بس أنت وعالم واحد. طبعاً إحنا ما نتكلم عن فضل الجماعة، لأن فضل الجماعة إذا تجاوزوا 10 بعد ما يحصى ثوابها. الضرورة أنه الواحد يصلي كل صلوات جماعة، لا ما نتكلم عن هذا، هذا فضله آخر. يصلي خلف الجماعة، خلف إمام الجماعة، إذا تجاوزوا 10 لا يحصى ثوابهم، ما حتى الملائكة ما تقدر تسجد. لكن في التفاضل عندما تصلي خلف عالم أو تصلي خلف غير عالم، يقول تصلي جماعة خلف غير عالم تحصل الصلاة الواحدة ب 26 ركعة أو 27 صلاة، بينما إذا صليت خلف عالم، اللي راح نتكلم من هو العالم، صليت خلف عالم فالصلاة الواحدة بألف ركعة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما سأله بعض صحابته كما يروي صاحب روضة الواعظين، يقول سأل النبي بعض أصحابه فقال له إذا حضرت جنازة وكان هناك مجلس عالم، إما أروح للجنازة أو أدخل على مجلس العالم، بنظرك يا رسول الله أيهما أفضل؟ أنا أروح أشيع الجنازة، وإحنا نعرف فضل تشيع الجنازة، ورد ثواب كثير وعظيم، أو أنه أروح ما أقدر أجمع بين المجلسين، إما أحضر الجنازة إما أن أدخل مجلس العالم وأخذ مسألة أتعلم منه مسألة، أو أتعلم منه فضيلة أو علم أو حديث أو ما شابه ذلك، أيهما أفضل؟ يقول قال رسول الله إن كان هناك للجنازة من يشيعها، يعني مو واجب عيني، يوجد للجنازة من يشيعها، يقول فإن حضورك مجلس العالم أفضل عند الله من تشييع 1000 جنازة، توجه من تشييع 1000 جنازة ومن التصدق 1000 درهم على فقير بعد، ومن 1000 صلاة مستحبة، ومن 1000 غزوة ليست بواجبة، إلى آخره، وجعل يذكر فضل حضور مجلس العالم. طبعا هذا معناه يأسس إلى شيء، هذه السيرة الحسنة اللي كانت عند آبائنا سابقا، ليلة الجمعة أو يوم الجمعة هم في مجلس من؟ العالم، عالم المنطقة، عالم القرية، عالم البلد، ليلة الجمعة، ليلة الخميس، ليلة الاثنين، في ليالي مخصصة هذه يروحون يقعدون عند العالم في مجلسه، يسمعون بعض المسائل الفقهية، قد يكون سوالف، لكن في الأثناء هو كما يقول رسول الله كالنخلة، يسقط لك شيء من ثمرها. واحد يسأل مسألة تتعلم، هو يتكلم بموعظة، يتكلم بحديث، يبين شيء من الأخلاق الفاضلة، ينهى عن منكر، يبين الرذائل، وهكذا. مثل النخلة تتساقط عليك في الأثناء ثمرها. الذهاب إلى مجالس العلماء، إحياء هذا الأمر، البقاء، إما البقاء على هذه السنة الكريمة، وإما التأسيس لها. إذا ما كان في المنطقة عالم، كانوا عادة يدعون ليلة مثلا الكذائية شخص مقتدر عند مجلس واسع أو مجلس عادي، يدعو عالم من منطقة أخرى يجي يقعد هذا العالم، عادة هذا العالم. أنا حضرت بعض هذه السنن، كانت موجودة في كثير من القرى، يجي هذا العالم يقعد
يقعدون إياه يسألونه وهكذا. هذا مجلس، هذا اللي يتحدث عنه رسول الله، مجالسة إذن العلماء. حديث آخر يروي الشهيد الثاني أعلى الله مقامه، يقول بأنه الصدقة أيضا على العالم يختلف، يقول الصدقة خمسة أجزاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك صدقة تصدقها تحصل فيها على عشر حسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذه الصدقة العادية تتصدق على فقير عادي جدا مستحب، ولك عشر حسنات. يقولوا في صدقة مو بعشر حسنات، وإنما صدقة بسبعين حسنة، وذلك عندما تتصدق على شخص من ذوي العاهات، شخص به عاهة، هذا واضح احتياجه للمال فأنت تتصدق عليه، هذا بسبعين. يقول وهناك صدقة على ذوي الأرحام، هذه بسبعمائة مو بسبعين، تروح تتصدق على شخص من أقاربك محتاج، من باب الأقربون أولى بالمعروف، ها نقول إحنا صحيح. يقول هذه إذا تتصدق على ذوي الأرحام تصير أكثر بعد بسبعمائة. وعدنا صدقة على العالم، يقول إذا تصدقت على العالم فهي بسبعة آلاف، عفوا تلك بسبعمائة هذه بسبعة آلاف. وهناك رقم خمسة تصدق على الأموات، هذه بسبعين ألف. إذن مقام العالم مقام شامخ باذخ رفيع. ومن هنا لو أردنا الآن إلى آخر الجلسة نحصر روايات ما استطعنا أن نحصيها، هذا المقدار مقدمة. فإذا نحن في تأبين عالم رفيع القد، عالم راح يتبين شنو هذا العالم، بعض يعني مزاياه وفضائله، ألا وهو السيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله عليه، اسمه هو هذا. ولد في سنة 1899 بحسب الولادة الميلادية، في منتصف شهر رجب، في منتصف شهر رجب، وكان قد سمي بكنية، لأن احنا عندنا إما اسم ما دل على مسمى، أو عندنا كنية وهو ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان هذه كنية، وعندنا اللقب وهو إما يحمل ذم أو يحمل فضل. اللقب تلقب بلقب، تارى اللقب يكون جميل هذا يحمل مدح، وتارى فيه مذمة. على كل حال القرآن نهى عن الألقاب، قال ولا تنابزوا بالألقاب، واعتبر فسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. عدنا لكن الكنية، وهذا طبعا ليش سمي السيد بهذه الكنية، هذا متعارف في بعض الأسر العلمية، لكن يقال لذلك كرامة وقصة. والده يقولون لما حملت أم السيد به وهي زوجته الثانية، لأن والد السيد الخوئي عنده كان زوجة أولى وهي أم لولده الأكبر اسم السيد عبد الله رحمة الله عليه، وبعد ذلك تزوج والدة السيد أبو القاسم الخوئي. يقولون لما حملت به كان السيد في مشهد الإمام الرضا، فجاءه بعض تلامذته فقال له رأيت البارحة أمير المؤمنين عليه السلام وحملني إليك برسائل، منها كان هناك كأنما بيت
هذا البيت إما أن يصرف على شخص فقير وإما أن يعطى للأيتام، صاير حول جدل. فقال له يقول لك أمير المؤمنين أعطه إلى ذلك الشخص، ما حد يدري بهذه المشكلة، بس هذا في المنام شافه وأخبره رسول وأخبره أمير المؤمنين، وقال له قل له أن يسمي ولده بأبي القاسم كما نقول أبو الزهراء سلام الله عليها، ونقول أبو فاطمة يقال أيضا أبو القاسم. فسماه لما جيء له بذلك الولد سماه أبو القاسم ابن علي أكبر الخوئي. ولذلك كان فضلاء الحوزة في النجف من تلامذة السيد الخوئي يتناقلون هذه الكرامة في تسمية السيد أبو القاسم رحمة الله عليه. ولد في مدينة خو اللي هي في أذربيجان في منطقة إيران، وهي من أهم المدن في ذلك الإقليم، كانت العاصمة هي تبريز، ولكن هذه المدينة أيضا هذه المدينة كانت تحت المكانة خاصة في الإقليم، وتعد المدينة الأولى من ناحية الزراعة وهكذا المناخ وغيره. على كل حال بقي 13 سنة يعني طفولة الأولى إلى نهايتها قضاها في تلك المدينة، وتعلم الشيء الكثير على يد والده. فلما كان في سنة 1330 هاجر إلى النجف الأشرف، طبعا سبقه أبوه اللي هو السيد علي أكبر والد السيد أبو القاسم الخوئي، سبقه للهجرة إلى النجف في سنة 1328 للهجرة، وذلك يعللون يقولون بسبب، هو السيد الخوئي نفسه كاتب في كتابه الرجال اللي مكون من 23 مجلد وهذا من إنجازاته العلمية، ذاكر ترجمته. عادة العلماء من يوصل إلى محل بحسب التسلسل من حيث الحروف يبدأ بالهمزة وينتهي، من يوصل إلى محل اسمه يترجم لنفسه، جرت عادة العلماء. فهو لما وصل إلى هذا الموضع ترجم وقال سبب هجرة الوالد ما حصل من الاختلاف في الساحة الشيعية عندما طرحت مسألة المشروطة. هذه مسألة الآن يطول شرحها، لها نقش خاص وتأثير واضح في الحياة السياسية الشيعية على مختلف الأجيال، ولها انعكاسات قديمة في زمن السيد اليزدي صاحب العروة وزمن الآخند الخراساني صاحب كفاية الأصول، اثنينهم من العلماء الكبار من المراجع العظام. صار اختلاف في مسائل سياسية حول المستبدة يقولون لها والمشروطة، فهاجر بعد أن استولى أيضا الروس على مناطق في أذربيجان، هاجر إلى النجف سنة 1328 للهجرة. يقول ثم احنا التحقنا، السيد الخوئي يقول، مع أخيه السيد عبد الله اللي هو الأكبر وبقية أفراد الأسرة إلى النجف. كان عمره 13 سنة وبقى يدرس، فأنهى السطوح مرحلة المقدمات عفوا، ثم بعد ذلك أنهى السطوح ودخل إلى البحث الخارج سنة 1328 للهجرة، يعني بعد 14 سنة. هذه المراحل يسمونها مراحل البحث الخارج اللي يحضر فيها عند الفقهاء، وذكر أسماء من فقهائه كلهم من الأساطين يعني المراجع العظام الكبار أصحاب التحقيق والتأليف
مثل السيد مثل الشيخ الأصفهاني محمد حسين الأصفهاني الكمباني، مثل آغا ضياء الدين العراقي، مثل المحقق النائيني. المحقق النائيني بقى عند السيد فترة طويلة. إذن هاجر من مدينة خو وأنهى هذه المراحل المتقدمة إلى أن أصبح السيد من الأساتذة الذين يشار لهم بالبنان. هذا السيد الخوئي يقال له الأستاذ، فأخذ محل التدريس ووفق لأن يدرس دورتين فقهيتين. عادة العلماء يبدأ يعني المرجع والمجتهد يلقي بحوث الخارج على تلامذته في الفقه، يبدأ من باب يسمونه باب الاجتهاد والتقليد، وبعد باب الطهارة، وبعد باب الصلاة، وبعد باب الصوم، بعد باب الزكاة، بعد الخمس، بعد باب الحج، وهكذا. بعضهم يوفق في عمره لأن يتم نص دورة فقهية، يكتب هو، يكتب الأبحاث الفقهية وقد يوصل إلى الأخير، ورسالة العملية غير الأبحاث. يعني الآن يمكن أن يختزل المسائل الفقهية في جزئين مجلدين، أما الأبحاث الفقهية القائمة على الاستدلال والتدريس فهذه تكون قرابة 25 مجلد، بعضها 30 بعضها 40 بحسب ما يطرحه ذلك الفقيه من مادة علمية. عادة ما يوفق لأن يدرس تلاميذه نصف دورة، ثلاثة أرباع الدورة، يعني مو الفقه كامل، ما يوصل إلى بحث المواريث، ما يوصل إلى بحث المعاملات كاملة، نادرا ما يوفق لدورة. السيد الخوئي من توفيقاته النادرة يقولون أنه وفق لأن يكمل دورتين فقهيتين. وعادة في علم الأصول شخص يدرس دورتين في علم الأصول، ثلاث دورات. السيد الخوئي امتد به العمر درس ست دورات في أصول الفقه، وأيضا شرع في السابعة ولكنه لم يكملها لأنه اشتغل بأمور المرجعية. إذن هناك توفيق، يعني هذا اللي تحدثنا عنه العلم وفضيلته وشلون المراتب والمزايا بالعلم. هذا السيد الخوئي المسائل تقريبا التي مر بها مولانا جعفر بن محمد الصادق بحسب ما دونها العلماء من أحاديث، هذه كلها قراها مرتين في عمره أو أكثر، قرأ الأحاديث وليست قراءة سطحية وإنما قراءة تأمل ومحاكمة واستفهام. هذه قرأها في عمره الشريف مرتين أو أكثر أي الأحاديث، يعني فهم وفقه هذه الأحاديث واستنبط الأحكام الشرعية منها وأعطى هذا النتاج الفقهي. هذه من التوفيقات النادرة التي لا يحصل عليها كل أحد. إذن هذا التفاوت وهذا التفاضل بالعلم نال السيد الخوئي منه على أعلى الدرجات. أيضا مما قدمه السيد الخوئي بعضها لأهل الاختصاص أنه قدم هذا النتاج يسمونه كتاب علم الرجال، مكون من 23 مجلد وفيه تجديد، يعني يذكر سند الحديث، رجالات الحديث يجي يترجم لفلان، مثلا يجي إلى زرارة، مثلا أبو بصير، من هذا أبو بصير؟ هذا روى عن مثلا الإمام الصادق، كم حديث روى،
في أي الموارد روى؟ من الذي يروي عنه؟ ومن الذي أبو بصير نفسه يروي عنه؟ وهذه طريقة ما أحد ألف فيها قبل السيد الخوئي، ما يذكرون كل من روى عن هذا المحدث، ولا كل يعني لا كل تلاميذه ولا كل أساتذته. هذه طريقة ابتكرها السيد الخوئي وأفاد وأجاد في هذا المورد في علم الحديث. هذا المورد الآخر الذي يكشف عن فضيلة وعن تتبع وعن مهارة وحرفية عالية في الغوص في هذا العلم، وأعطى نتائج مفيدة ما زال فقهاء الأمة ينهلون منها. فأنت لا تجد أستاذنا الآن في الحوزة العلمية من هؤلاء المراجع العظام الذين يشار لهم بالبنان إلا وهو يغرف وينزف من هذه المائدة في الفقه أو الأصول أو علم الحديث. هذا مجمل الكلام. بعد نتاج العلم الذي خلفه السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه دخل في علوم القرآن الكريم. طبعا السيد لم يكتب تفسيرا، فقط عنده تفسير سورة الفاتحة، لكن لما أراد يكتب في التفسير وكان مهتم بالقرآن الكريم، لما أراد يكتب في التفسير شاف الوضع ما يناسب، لأن هناك من كتب في التفسير وهو السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، وهذا تفسير عظيم. لو أن السيد الخوي أراد يقول أن يكتب ما كان يكتب أعظم من هذا التفسير. هذا تفسير عظيم، تفسير السيد صاحب الميزان، لكن السيد الخوي كتب حول علوم القرآن، الاهتمام بالقرآن من جهة أخرى من خلال وضع مقدمات ترتبط بعدة علوم. علوم القرآن مثل الناسخ والمنسوخ، علوم القرآن مثل المحكم والمتشابه. علم القرآن لما نقول من علوم القرآن نقصد مسائل صيانة القرآن عن التحريف والدفاع عنه. لما نقول علم القرآن يعني تاريخ القرآن الكريم كيف كان، دراسة أسباب النزول، دراسة مثلا خط القرآن، دراسة مسألة مثلا جمع القرآن، دراسة مثلا مسألة نفس المكي والمدني، هذه نزلت في المدينة هذه نزلت في مكة، وهكذا علوم كثيرة يقال لها علوم القرآن. السيد الخوئي أبدع في هذا المجال وكتب كتاب ما زال مصدرا ومرجعا في نفس الوقت، مصدر ومرجع بحسب الاصطلاح العلمي، المرجع شيء والمصدر شيء آخر. هذا الكتاب يمثل مصدر ومرجع وهو التبيان في علوم القرآن. هذا الكتاب العظيم البيان عفوا في علوم القرآن، هذا الكتاب ما زال يعتبر من المنابع المهمة لمن أراد أن يتعرف على القرآن، وهو بأسلوب سلس عذب امتاز به السيد الخوئي. هذا على المجال العلمي. فإذا أضيف إليه العمل كان عالما وعاملا، واقتضت بعض الأحيان المسؤولية أن يخوض غمار السياسة، لأنه ما تنسون أن السيد الخوئي كان في ظرف عصيب في حكم صدام، خاصة لما جاءت الجمهورية الإسلامية، وكان صدام يضغط على العلماء في الحوزة على أن يصدروا فتاوي تدين الجمهورية الإسلامية ونظامها وعلماءها وفقهاءها. وصدام إذا يضغط يعني مو شيء عادي، صدام
خلي على بالك شنو حجم الضغوطات، مو لعبة يعني. فكان يضغط فلم يستطع أن يأخذ كلمة واحدة من السيد الخوئي في إذانة نظام الجمهورية الإسلامية وفي إذانة مرجعية السيد الإمام رحمة الله عليه. ولذلك بالعكس في بداية الثورة الإمام الخوئي أصدر تأييدا للإمام الخميني، أصدر تبريكا وتهنئة بانتصاره في تشكيل حكومة إسلامية، كما أنه لما استشهد الشهيد المطهر قام بنصب مجلس تأبيني على روح الشهيد المطهر، مع أن السيد الخوئي ما كان يتدخل في الأمور السياسية ولكن تدخل في هذا الأمر من جهة المقام العلمي الذي يحمله كمرجع أعلى للطائفة في النجف الأشرف. هذا كلفه الكثير، حتى لما أقول الضغوط مو عادية، الضغوطات ليست عادية، اضطر النظام إلى قتل بعض تلامذة السيد الخوئي رحمة الله عليه. وما تنازل السيد الخوي، لم يعطي أي تأييد لصدام ضد الجمهورية الإسلامية، وهو يعيش في النجف، يعيش في العراق. فمن هنا وصلت الضغوطات مداها الأخير، وقد أوشك الوقت أن ينتهي، لكن نخرج بهذه المحصلة. لما صارت الانتفاضة الشعبانية وكانت العراق تحت حصارين كما يقولون مزدوجين، أولا العالم محاصر العراق، محاصر المجتمع العراقي حصار ومو على صدام، وهناك حصار على النظام، والحصار الثاني صدام نفسه محاصر الشعب العراقي. وأيما حصار هذا الأمر، الحصار المزدوج. ولما صارت الانتفاضة، السيد الخوئي وبيت السيد الخوئي بقيادته هو تسلم الأمور، يعني مسألة قيادة الناس، لأن مسائل شرعية ودماء وغيرها، هنا انتقم صدام انتقاما شديدا من السيد الخوئي، فأحضروه إلى بغداد وبقي في العراق تحت الإقامة الجبرية، واحتاج إلى العلاج، ورجل كبير في السن فكان يمنع حتى بعض العلاج في الداخل أن يصل إليه، فضلا عن أن يسمح له بالخروج من العراق للتداوي وللعلاج. فحاصر إذن هذا المرجع حصارا شديدا، ولكنه لم يستطع أن يرغم السيد الخوئي على أن يتفوه بشيء مما يخالف المسؤولية والمرجعية الدينية. وأما نشاطه الاجتماعي فقد ملأ الدنيا، خاصة في البلدان المستضعفة، وخاصة اهتمامه بالعلماء وبالعلم، وبنى مدينة كاملة في مدينة قم يقال لها مدينة العلم، هذه كلها شقق. الآن أنت تستغرب إسكان كامل فيه بيوت بهاي المقدار، منطقة أكبر من هذا الإسكان اللي تشوفونه في بعض البلدان، مدينة خاصة كلها لطلبة العلم، شقق بدل ما يستأجر طالب العلم وبدل ما يتلته، هناك شقق خاصة وبيوت خاصة تعطى لهذا العالم، لهذا الفاضل، بشروط معينة يسكن فيها لفترة طويلة، يبحث يحقق يدرس، نوع من الاهتمام بالعلم، بناء مستشفيات، بناء مراكز علمية متعددة، ليس البناء الحصر الآن أو ذكرها بالتفصيل، لكن هذا نوع من الاهتمام والنشاط الاجتماعي. إذن عندما نقول أهمية العلم، أهمية العلم بهذا المعنى،
الاطلاع على فقه آل محمد. الاهتمام بالمنابع والمصادر الأصلية في الشريعة الإسلامية مثل القرآن الكريم، هذا العلم. ولذلك نجد الأحاديث: خيركم من علم القرآن وتعلمه. الاهتمام بكتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك لما يتعلم معلم القرآن في الحديث أنه إذا قال الأستاذ للطالب: قل بسم الله الرحمن الرحيم، غفر الله للأستاذ وغفر الله لوالد التلميذ اللي يتعلم عند هذا الأستاذ، غفر الله لوالده وغفر الله لهذا التلميذ أيضا. الاهتمام بالقرآن هذا معنى يكون فاضل، يكون عالم. ولذلك لما سقط حبيب ابن مظاهر الأسدي، ماذا قال مولانا الإمام في فضل هذا الرجل؟ شهد له بأنه فاضل: رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت رجلا فاضلا عالم تختم القرآن في ليلة. هذه شهادة من الإمام الحسين سلام الله عليه في حق هذا الرجل الرباني، في حق هذا الرجل العظيم حبيب بن مظاهر الأسدي هذا العالم. قال: رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت رجلا فاضلا تختم القرآن في ليلة، لكنه قال: عند الله أحتسب سراته أصحابي. ووقف على مصرع حبيب وقد وضع يده على ظهره، وكان يقرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ووقف عليهم يقرأ هذه الآية واحدا بعد الآخر حتى قضوا عن آخرهم، وإذا بالإمام يقف عليهم يناديهم بأسمائهم قائلا: يا مسلم ابن عوسجة، ويا زهير ابن القين، ويا حبيب ابن مظاهر، ويا هلال ابن نافع، ويا ولدي علي، ويا أخي عباس، ويا ابن أخي قاسم، ويا ابن عمي مسلم ابن عقيل، ويا فلان ويا فلان، يا ليوث الهيجا، ويا فرسان الوغى، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أنتم نيام فلا تنتبهون، أم غدر بكم الدهر الأخ الخؤون، جاءت أخته زينب تنادي، قطعت فؤادي لمن تنادي، أتنادي أجسادا على الثرى، ما تريد منهم؟ قال: أنا أخوك الحسين وقد بقيت وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، أريد من يقدم لي جوادي.
فأتته زينب بالجواد تقوده والدمع من ألم الفراق يسيل ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء لهن وعليل ونخلني أقود الفرس وياك يا هي عيشة القشرة بلياك يا كهف الأرامل وين نلقاك خلصت رجاجي لو وقف متحير حسين رد للمخيم مقصدا وداعي النسى وداعت الله يصيح زينب يا سكينة حافظكم الله وطبق ضجان يا ولينا عنا تروحوا من بعد وصيت بينا وحسين يسترجع بس يدير بالعين فرا حواسر والإزر بالحال طاحت والكل على حسين شبحت والروح راحت وتجلدت زينب على الشدة وصاحت عنا تروح وبعد عينك نلتجي شنو الفكر لو تشلتشلين ليلي بظلامة كلها حريم وفاقدة وعدها يتامى وهالعسكر الجرار ما ندريش مرامة ياهو اللي باريها تريد رجال ظفري يا حسين انا وياك كل شدة اصالي بقوة عزم ما دام اعاين لك قبال ولو رحت يا ابن امي بعد شي يصير حالي ما ينوصف والله وعدوانك ملحدي قالها بصبر حيدار تلقيها النوايا كعبة وصفيت للرزايا والمصار بهالحال وبروسنا للكوفة تطبي قالت صبر مالي بعد أهلي على فرقاك للموت خدني يا عديل الروح وياك بهالبرت خلينا وللشدة ذخرناك وقبلت نحرة وصاحت الله وياك يا حسين هادي يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك أمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك امنعي ذي الظلم أن تصل إلينا
فرج عن إخواننا المؤمنين، اللهم فرج عن المأسورين والمسجونين، لا سيما أخانا الشيخ علي، فرج عنه فرجا عاجلا قريبا، وبقية إخوتنا المؤمنين ممن قضى السنين والأيام والشهور في سجون الظالمين، وفرج عن جميع شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم احفظ مقدساتنا، اللهم احفظ مراقدنا وأضرحة أئمتنا، واحفظ مساجدنا وحسينياتنا يا الله من شر التكفيريين والإرهابيين وغطرسة الظالمين والمستكبرين، لذنا بك وعذنا بك، فلا تخيبنا يا بارئنا ويا خالقنا. اللهم فك أسرانا، استجب دعاءنا، ارحم موتانا، لا سيما العلماء الماضين، وعلى الخصوص آية الله السيد أبي القاسم الخوئي رحمة الله عليه. إلى موتاكم وموت المؤمنين وإلى أرواح الشهداء والصديقين، للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.